شيء غلط. من بين 100 شيء مضبوط، في شيء غلط. احنا لو اشرنا عليه يمكن ينضبط. من بين 100 شيء مضبوط، في شيء غلط. احنا لو اشرنا عليه يمكن ينضبط. في شيء غلط بالتلفزيون، بالبيت، في شيء غلط بالشارع، بالدوامات، في شيء غلط. طيب شو نسوي؟ ودنا ينضبط. ايوه يا سلام. بلش بالكومنتات والناس يا ما انقابل، والناس يا ما انقابل. يصير حكي؟ ايوه. ها يصير حكي؟ أرشد شنو في غلط؟ تفضل بر اخذي عندك مي. شفتوا تكميم نفخ العضلات، كانوا رجيم موضة وهبان، دحمة وتدخين أوراق وروتين، نقص الفيتامين والمقاحين والمخترسين والمخترضين. ستوب خلاص أكل. اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، حياكم الله معنا لبرنامج في شيء غلط. في شيء غلط مشاهدين. نسمع في فيتامين، نوع من انواع الفيتامينات ينقال له واو دبليو. شفتوه مشاهدينا الكرام؟ واو نمر على مبهر. هذا الفيتامين الأول واو، هذا وين ما تروح أمورك كلها طيبة وانت في أفضل حال، لدرجة أن هناك بعض الموظفين، البعض الموظفين ينتقل من مكان وظيفته لمكان ثاني كل 3 شهور، والسبة الفيتامين واو الموجود معه. أي بمعنى أخوي، أنت أينما تذهب، أينما تذهب بما أنك تملك فيتامين واو فأمورك كلها متيسرة وماشية مضبوط. المسؤول الموظف فلان فيك رحت الوظيفة هذه في مكان ثاني، عيبة مليت من عندكم زين أبى أروح مكان ثاني دايم. بس في شيء في شيء عزيز المشاهد، في نوع في نوع من أنواع الفيتامينات هذا احنا قلنا واو، هذا يوديك فوق، يصعدك فوق، واللي أقوى منه يجيبك قاع تحت الكاشي، ألا وهو أو ينقال عنه فيتامين دال. وش حكي؟ يصير حكي؟ هالأيام عزيزي المشاهد في شغلة جديدة طالعت لنا، ألا وهي نقص فيتامين دال بالجسم. يعني كل ما نفحص ونشيك عند الطبيب يطلع عندنا الرقم ماينس وايد، تو ماتش ماينس، وايد نقص. وشغلة يعني وبسط، وهذا وظيفته الفيتامين دال وظيفته بالجسم يدز الكالسيوم على العظم، يدز الكالسيوم على العظم. خليني أضرب لك مثل بسيط ثاني عزيزي المشاهد. يعني شايفين احنا دورية الشرطة، دورية دورياتنا ما شاء الله عندهم قرون هني على الدعاميات، سيارة عطلانة بالشارع يجون وراها يدزونها دز دز بحيث يزيحونه عن الطريق. احنا نسميها يسمونها او مهم مصطلح عام عندهم ازاحه، او احنا نسميها دز. هاي بالضبط شغل فيتامين دال داخل الجسم، دزاز يسمونه دزاز. يعني احنا واحد اذا يخاف من الابر ان هذا علاجه، واحد اذا معاه نقص فيتامين دال الطبيب يعطيه ابره بالعضل. اكو ناس وايد ترى تشرقد بسبب الابر، تخاف
على طول على ما شاء الله شنبات وهذا يخاف من البريق يحوشه فوبيا من الابر عرف حتى لو يغمضون عينه فقير هم يتشرقد من يحس بلسعتها اي تشرقد الحبيب هذا عموما ما يشوف شر عموما ناس تخاف منها شو تسوون احمالنا يبا انا اقول لكم اقتراح ثاني يا يبا تجيبون دوريات صغيره هاي مالت اليال الحديد شايفينها مال الشرطه شرط عندها قرون مو بدون قرون لازم عندها قرون بطرح حريك هذا اخوي زين يباي تزرط لك واحده ويا قراص اللبن مو ما هي حساس يعور من اللبن شويه ثقيل حساس يزرط معك هذا بالضبط راح يجز الكالسيوم عندك على العظم الدوريه هذه اذا انت بعد تخاف من المر بعد انا شو اسوي لك ويصير حكي يصير حكي ماني عارف انا مشاهدينا الكرام وين يروح الفيتامين هذا كل ما نفحص كل ما افحص يقول لي في نقص عندك ماينس فيتامين دال وايد مو شويه يعني واسأل أنا كذا واحد قاعد أسأل ربع على ربع كذا واحد هم عندهم نقص فيتامين دال هذا حيل مو بس أنا هذا يمكن الكويت كلها حتى أنتوا شو اللي عليكم مشاهدين الكرام وإن شاء الله ما فيكم إلا كل عافية إن شاء الله أول الله وين يروح هذا وين يروح شو يتمشى على البحر يجز على البحر فيتامين هذا ماي وين يروح سالفته بلا عليكم هذه حالة قلنا لحم ماكو قلنا هم سمك ماكو قلنا فيتامين واو اللي يسلك امورنا هذا مضبوط ماكو الحين بصحه صحتنا فيتامين د ماكو يبا وزاره الصحه وينكم يبا تشوفون حلوي هذا يا ما حد الابحاث رحم الله والديكم تشوفون حلوي هذا الواي قاعد يصير نقص معنا عوار يحوشنا عوار فاصلنا عوار عظامنا يصير عندك عند الطبيب كل ما عندك عند الطبيب هذا يقول لك يا ابني اقعد بالشمس يا ابني حساس الشمس تلمس بدنك قلت له دكتور انا ازيت واحد واحد بالشمس حتى سيارتي ما فيها مكيف دكتور انزل الجامات جامات حتى مو جام اوتوماتيكي قاعد اقول لكم جام عادي مال قبل هاي مرتين تنزل ايدك تلقى ايدك بالسكه طايحه وتدور ايدك ها ما اتعامل مع شيء اسمه مكيف دكتور حتى بالبيت عندي انا ابي بس اساس اسعد الشمس تلمس بدني هذا بعد صار خوش عذر قبل في بعض تكاشي كلهم تكاشي انا اقول بعضهم ايش كبر فقر بعضهم تقعد يقول حر موت صيف تقول له شغل مكيف يقول لك والله اخوي انا شايل الغايش مال المكيف ليش شايله؟ خربان عندي معروف وشايله الحين صار عندهم عذر بعضهم الحين قلت له اخوي شغلنا المكيف وذبحنا الحر خسنا من ريحه بطلنا مكيف الفقر قال لك اخوي اسمح لي انا فيني نقص فيتامين د وابي اسعة الشمس تحوشني على اساس يصير عندي الفيتامين تفضل مره وش حكي؟ يصير حكي؟ اشوف يا عبالي اصلي الورد انا اشوف انا اول مره اشوف ورد عسلي لونه اكو ورد عسلي ما ادري كان زرعينه ما ادري كل شيء قام يسوون كل شيء الحين واحد مربع عنده يا اخوه حاطه بنغالي هناك مشاهدينا الكرام هاي عاد رايح يشيك عليه صدفه شاف البنغالي ولا البنغالي هناك قاعد من كلش من العوار ما عوار داري انت فيك العوار ثم تبين بابا ما جاء عليك بعد هذا قال اعمل برد ما كان برد علينا صيف نار الجو حر موت حتى له مكيف مو حط له مكيف سحلويك حط له مكيف اربع معاشات تاخذ حط له مكيف ايوه لا وديه عند الطبيب هذا قال يا معود عوار فيه خلاص هلا وديه عند الطبيب راح الطبيب فحص الطبيب قال له يبا هذا كفي قال حق كفي له صاحبنا قال له يبا هذا الخادم تاعك ده عنده نقص فيتامين د هذا سمع الحقيقي قال بابا الدكتور تريد كذا فيتامين د ولا عاد ولا من قال يسخف قاعد بروح هناك 24 ساعه بالياخور رسمي يانو قاعد البنغالي هذا رسمي يانو قاعد فقير هذا بعد اذا مو لابسه مني حتى قاعد يسولف قاعد يسمع يعرفون عربي قال حق دكتور شو انت يعني شو مدال هذا الفيتامين قال له انت يا ابني هم لازم تقعد بالشمس على اساس الشمس تلمس بدنك قال بابا انا 24 ساعه داخل صمص كل شيء بالصمص انا قاعد بابا وفعلا مشاهدينا الكرام هذا كله بالصمص انا هذا كبيره مو حاطه بسرداب حاطه بعمق الصمص 24 ساعه الصمص تحوشه
حتى قال لي ولا انت اقعد على اساس شويه تعوض الكالسيوم عندك شويه. راح هذا بالضبط نزل معي ابو حمد تحت راح البنغاليه اللي عندهم شريف مشاهده كان راح بالضبط بالضبط راح كذي نام بصمص الساعة 2 الظهر وشهر 7 مشاهدين الكرام صمص بطل عينه كذي بالشم من صمص تي صار بعيونه مشاهدين الكرام من الصمص بيض بيض عيونه يجيب لك خبزه شويه ملاحه ونكدك من عينه الصمص قال بطلعي كل الصمص انا قاعد يعني مشاهدين الكرام احنا اكثر دوله بالعالم واكثر دوله بالعالم لله الحمد فيها صمص. تخيل ان الصمص ماكو ما عندنا جو غيم كله غيم ما في ومطر 24 ساعه شو يصير فينا تبتكرون؟ كنا راح نتخلخل الكل فينا راح يتخلخل والصمص. نشوفكم حلقه ثانيه مع السلامه. صمص في شيء غلط من بين 100 شيء مضبوط في شيء غلط احنا لو اشرنا عليه يمكن ينضبط من بين 100 شيء مضبوط في شيء غلط احنا لو اشرنا عليه يمكن ينضبط في شيء غلط بالتلفزيون بالبيت في شيء غلط بالشارع بالدوامات في شيء غلط طيب شو نسوي ودنا ينضبط نكتب عنا تغريدات ايوه ايوه وانستغرام وفيديوهات يا سلام نبلش بالكومنتات والناس يا ما انا يا